بولس بيتكلم عن حقيقة. في أيام الرومان كان في 60 مليون عبد، كان في سادة، كان في عبيد، لكن بيتكلم عن الدافع القلبي، عن السلوك، عن التصرف، عن التوجه، أن نكون مشابهين شخص الرب يسوع في كل شيء. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله، أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشتو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. يسوع اللي كان في السماء أخذ صورة عبد، مات على الصليب من أجلك ومن أجلي. فأنا بدعوك اليوم أنك تسلك بأماني، تسلك بحسب يسوع المسيح. الرب يباركك.